هذا الدور يتألق كما هو الحال من جانب الزمالك اللي سجل في فتح مع المنتخب مع فريق الزمالك بعد تجربة مع المنتخب المصوازر. من أحداث هذه المباراة الأوفياء دائما وأبدا حاضرين خلف السلام يشيفوا بمهارة كبيرة عدا يشيفوا اللي يحمل مستويات كبيرة مع فريق الأهلاوي يشيفوا اللي واجه فريقه السابق أفضل لاعب أكثر من مرة في مصر دوري أبطال أفريقيا قد عود جديد في الجهة اليسرى الكرة بتعود على الجهة اليسرى الكرة بتعود من جديد كانت أمام الوسط الكرة بتعود الآن على الجهة اليمنى يتقدم من خلالها زيد يلعب الكرة وتبيرة في لصالح الزمالك تمريرة أمامية بسرعة كبيرة يتقدم فيها في اللقطة مصطفى شلبي مصطفى يستفيد في اللقطة الماضية الكرة بتعود من جديد في جانب المجحد الأسمر يعرض كرة جميلة ولكن بعد ذلك الإكمال كان حاضرا من جانب دفاعات الزمالك